والفرس أكثر حد يؤثر. مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والأمور الصعبة المادية، كان لابد أن الواحد يكون في له عمل بعيد عن البطالات أو الوظائف الغير متوفرة، فكان التوجه نحو مشروع شخصي. فأغلب المشاريع في القطاع كانت عبارة عن مشاريع تقليدية المتوفرة يعني، فكان لابد أن الواحد يكون في له عمل غير تقليدي غير موجود في القطاع، فكان التوجه نحو مشروع الطباعة المائية. طبعا الفكرة تم استوحاها عن طريق النت واليوتيوب والفيديوهات. بعد ذلك تم البحث المفصل في هذا الموضوع لحين ما استطعنا أن ندخلها لقطاع غزة والعمل بها. المواد الأساسية اللي هو حوض الطباعة المائية، الأفلام اللي هي الأشكال والرسومات، بالإضافة إلى المادة المنشطة الأكتوفيتر. بداية كانت العقبات في إدخال المواد الخام داخل قطاع غزة، خاصة أنه إحنا في ظل حصار غاشم أغلب المواد تعتبر ممنوعة، فكان لابد أنه إحنا نلاقي بديل لهذه المواد في القطاع. وبفضل الله عز وجل بعد ما وفرنا البديل بدأنا في المشروع. آلية الطباعة في البداية نستخدم مواد الدهانات الأساسية، بعد هيك بتم وضع الفيلم على في حوض الطباعة المائية على وجه الماء، بعد هيك رش المادة المنشطة، من ثم طباعة الجسم المرطبة. إن شاء الله مستقبلا حيكون في عندنا من ضمن تطوير المشروع اللي هو طباعة أي شكل بيحتاجه الزبون أو مرطب. لو مكانك هتفتح مصر.